السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم راح نحضروا فطائر من دون عجين أو دلك ومحشية بالجبن وسهلة التحضير وبمذاق لذيذ بزاف. لتحضير هذه الوصفة نحتاجو بان دومي، أنا خيرت بان دومي كومبلي لأنه نعرفوا الفوائد تاعو، حبة بيض، الحليب، لا شابلور، وجبن المثلثات، يمكن استعمال أي جبن نوعية أخرى. نبدأ في التحضير، نأخذ شرائح الباندومي أو خبز اللباب نحول الأطراف تاعو ليكونوا ناشفين، راح نستعملوهم في وصفة أخرى بإذن الله. بالحلال أو الغولو نضغط جيدا على الباندومي أو الخبز، نضغط عليه جيدا باش ما يتفتتش، يولي متماسك ما يتفتتش. بهذا الشكل كما رانا نشوفو، بعد ذلك ندهنوه بالحليب انا ما غمستوش في الحليب مباشره لانه كي نغمسوه في الحليب راح يولي طري بزاف ويتقسم لنا، من الاحسن ندهنوه بالبانسو بهذه الطريقه، ندهنوه على الوجهين. بعد ذلك ناخذ الجبن اللي كنا خيرناه، يمكن اي نوع من الجبن، نحط قطعة من الجبن في الوسط ثم نلمو الخبز عليها، ندوروه عليها كامل بهذا الشكل. كي نكونوا درنا له الحليب راح يولي طري كأنه عجين، ندوروا عليه بهذه الطريقة. دائما اذا حسيناه مازال يابس نقدروا نزيدوا له الحليب، نزيدوا ندهنوه جيدا بالحليب. بعد ذلك ناخذ حبه بيض نضربوها كانه اومليت، نحطوا فيها الخبز اللي كنا حشيناه بالجبن. بعد ذلك نديروه في لاشابلور بهذه الطريقة ويكون عندنا جاهز باش نقليوه في الزيت بهذا الشكل. نعاودو نحضروا حبة ثانية، نشوفوا باللي هذا الفطائر راح يجيو بزاف بنان خاصة بالبان كومبلي وأيضا جبنينا بالبان العادي الأبيض. وهذه فكرة برك باش نبدلو بها شوية الفطائر اللي موالفين نوجدوهم بالعجين وندلكو ونخلوهم يتحطو، كما رانا نشوفو هذه طريقة سهلة وما تاخدش بزاف الوقت وتجي بنينة. يمكن نبدلو بها شوية من البوراك، أيضا من البيتزا، ويمكن نقدموها مع لي سوب، يمكن نقدموها مع سلطه، وايضا المذاق تاعها راح يحبوه بزاف الاطفال اللي على بالنا باللي يحبوه بزاف لي كروكات. انا عاودنا حبه اخرى من هذه الفطائر او لي كروكات، نضغطوا جيدا على البان دومي بعد ما نكونوا نحينا له الحواف، بعدها ندهنوه بالحليب على الوجهين، ندهنوه جيدا بالحليب باش يسهل علينا نجمعوه.
بعد ذلك نحط فيه قطعة الجبن، أي جبن كنا خيرناه. أنا استعملت هنا جبن قطع أو مثلثات. كما رانا نشوفو جمعناه جيدا. بعد ذلك نحطوه في البيض، بعدها لا شابلور، ثم تكون جاهزة باش نقليوها على نار متوسطة في زيت، ما تكونش بزاف، نديرو زيت قليلة فقط لأنه كلش طايب، غير البيض فقط يتحمر شوية، والبيض نعرفو بلي ما ياخدش بزاف الوقت. بعد ما شكلنا الكريات تاعنا كامل بهذا الشكل على نار متوسطة، نحطو مقلاة نديرو فيها الزيت كما قلنا، ما تكونش زيت بزاف، نخليوها تسخن جيدا، نحطو فيها الكويرات اللي كنا خدمناهم بالخبز والجبن. لازم الزيت تكون سخونة كما رانا نشوفو، الكويرات ماهمش راح يترتقو او يتشقو، راح يبقاو بنفس الشكل اللي درناه، ما راحش تاخذ بزاف الوقت باش طيب لانه فقط تتحمر. بعد ما تحمرنا على جهة نقلبوها على الجهة الثانية بهذا الشكل كما رانا نشوفو، اللون تاعها يجي بزاف شباب، بما انه سي دو بان كومبلي يعني راح يجي اللون تاعو شوية قاتم اكثر من كي نستعملو البان العادي او الخبز العادي. كما رانا نشوفو لونها يجي بزاف شباب. نحمروها على كل الجهات. ناخذ صحن نحطو فيه الورق المصاص او بابي ابسوربون، ثم نحيو هذوك لي كروكات او الفطائر المحشيه بالجبن، نحطوهم فوق هذاك بابي باش يمص شويه الزيت الزايده. ثم نقدموهم بهذه الطريقة كما قلنا، يتقدموا مع سلطة، يتقدموا مع لي سوب، مع شوربة، ويمكن حتى استخدامهم كبديل للبوراك في رمضان، راح يكون المذاق تاعهم رائع كما رانا نشوفو، راح يجيو من داخل بزاف هشاش راكم تشوفو، وما يجيوش ثقال ويجيو بنان. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها، وإلى اللقاء بإذن الله مع وصفة جديدة.